حكم تارك الزكاة. هذا حديث طويل. اللي ترك الزكاة جحودا فهو كافر خارج من الملة، ومن تركها تكاسلا فهذا يجب أن تؤخذ منه الزكاة قهرا زيد، وعقوبة يؤخذ شطر ماله. في الإسلام، في الإسلام إذا كان الفرض منع الزكاة زيد يؤخذ منه الزكاة عنوة، شكون؟ حاكم المسلمين. وزيد ويديروا العقوبة، واسمه هي العقوبة الثانية هي أن يؤخذ شطر ماله. النص يديه اللي عنده مليار يديه 500 مليون ده صندوق عقوبة الله. وإذا كانوا المانع الزكاة هما جماعة بحال قبيلة هو منعوا، واسمه ديروا يقاتلون. فقد قال أبو بكر الصديق: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة الصلاة والزكاة، وقد قاتلهم كما تعرفون رضي الله عنه وأرضاه.